بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، وهي أحد عظام الديناصورات. طبعا هذه العينة مثل ما تلاحظون لونها أسود، عبارة عن عظمة متحجرة صغيرة جدا من جزء من عظمة كبيرة ترجع إلى أحد الديناصورات المنقرضة قبل 60 مليون سنة، على نهاية عصر الطباشيري مثل ما تلاحظون. طبعا تم دراسة العينة تحت المجاهر التشريحية مثل ما تلاحظون، وبعد ما تم دراسة العينة في المجاهر التشريحية أخذ عينة بسيطة جدا ودراستها تحت المجهر البيولوجي الكبير لدراسة الميكروبات أو الطفيليات التي كانت تعيش داخل العظمة. وبعد ما تم دراسة العينة تحت المجهر البيولوجي تم دراسة الميكروبات والطفيليات المتواجدة فيها. طبعا اكتشفت ميكروبات وطفيليات مثل البكتيريا، الفطريات، أحياء دقيقة أخرى كانت تعيش قبل في السابق متحجرة مثل ما تلاحظون. عفوا، طبعا من النادر أنه تلقى عينات مثل كذا، يجب أن يتم المحافظة عليها مثل ما تلاحظون. وأنا أدعو جميع الباحثين بدراسة علم النباتات وعلم الأمراض، ويعني فحص مجموعة كبيرة جدا من العظام لتحليلها ومعرفة أعمارها وماذا ترجع إليه من كائنات حية منقرضة. وحط بالاعتبار إنك تاخذ الأمان، أو من ناحية أخرى وسيلة في حماية نفسك من الميكروبات المتواجدة في هذه العينة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.